السلام عليكم، أهلا بكم في قناتكم. من جديد افتتح المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 20 سنة دورة شمال إفريقيا بالتعادل الإيجابي، هذا في كل شبكة أمام المنتخب التونسي. ولقد دخل الخضر بقوة مقتحمين باب التسجيل بفضل اللاعب محمد البشير بلومي ابن الأسطورة الأخضر بلومي في الدقيقة 11. ولقد تمكن محمد البشير بلومي من خطف الأضواء بمراوغاته السحرية رغم صغر سنه، ولقد حصد الثناء من طرف جميع المحللين الذين أعجبوا بمردوده الذي يبشر بميلاد لاعب جزائري جديد بمهارات أسطورية مثل والده الأخضر بلومي. ولقد قال بلومي في تصريحات صحفية عن طريقة لعبه التي شبهها الكثيرون بطريقة لعب قائد الخضر رياض محرز: نتمتع بمستوى رياض محرز، فهو حاليا يعتبر أفضل لاعب في إفريقيا وفخر العرب ككل. كل لاعب منا يتمنى أن يكون في مستواه. والجدير بالاهتمام، فقد نال محمد البشير بلومي جائزة رجل المباراة نظير الأداء الجميل الذي قدمه في أول مباراة رسمية للخضر بعد الغياب عن الملعب لما يقارب العام. نحن بانتظار تعليقاتكم حول هذا الموضوع، لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل جديد لحظة بلحظة، والضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا فقط لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.